خارج يا مازن؟ اه يا حبيبتي، انا لازم انزل، عندي شغل كتير قوي مهم في المستشفى. كملي انت نوم، انت لازم ترتاحي. ما اعرفش مالي، انا بنام كتير اليومين دول. ما هي دي طبيعه الحوامل يا حبيبتي. بس عارفه ده بقى معناه ايه؟ انك ما بتاخديش الفيتامينز في مواعيده. عشان بنساها، لما بفتكرها باخدها. لا، ما هو كده ما ينفعش خالص. انت تعملي الارم، تخليني اتصل بيك افكرك. ده ما ينفعش خالص على صحتك. انت بتكلمني انا؟ اه بكلمك انت. انت فعلا مهتم بيا وبصحتي؟ امال اهتم بصحه مين يعني؟ انت اغلى حاجه في حياتي. لا انا مش مصدقه. لا صدقي. ازاي ده؟ انا كنت بجري وراك. اه جه اليوم بقى اللي انا اللي اجري وراكي فيه. وايه التغيير ده؟ عايز انا ارجع معاكي زي الاول بقى ولا ايه؟ لا لا لا، خليك زي ما انت. لا انا ممكن ارجع زي الاول. لا خليك زي ما انت، اسمع كلامي، خليك زي ما انت كده. اه روح بقى. طيب عايزه مني حاجه قبل ما انزل؟ وانت يعني لازم تنزل النهارده؟ ما انا عندي شغل، انت كده هتعطليني. خليك جنبي شويه النهارده، احب فيك وتحب فيا. طب احنا ممكن نحب في بعض لحد ما اوصلك لحد السرير. يلا بالراحه بقى، واحده واحده. الله، تعالي اقعدي. وبعدين انت لازم تدلعي زي الحوامل. مش مصدقاك. صدق. لازم تاخدي الفيتامينز في مواعيده. ها، انا كده كده هتصل بيك افكرك. هو فين الباقي؟ فين المعد والمخرج والمساعدين؟ مش شايفه حد. امازون بيل سبونسر عامل لهم ميتنج. عامل لهم ايه؟ احنا عايزين نقدم حاجه الناس تحبها ونسهلة كده وبسيطة توصل لهم بسرعة. يعني مثلا عايزين نزود فقرة طبخ، فقرة موضة. طبخ ايه وكنس ايه؟ هو احنا هنعمل برنامج يربات البيوت وانا معرفش؟ اتفضلي اقعدي يا استاذة صوفي وخلينا نتكلم. قبل اي كلام انا عاوز اعرف ايه موضوع الاجتماع السري قوي ده؟ ولا اجتماع سري ولا حاجة. انت كنت على الهوا وانا قلت اقعد مع المعدين ونقعد نتكلم في الشغل شوية لحد ما انت تخلصي. ما استنيتونيش ليه؟ ايه الحاجة المستعجلة قوي اللي ما خليتكوش تستنون؟ الا لو مقصود ان انا مبقاش موجودة. هو انت ليه مقدمة سوء النية يا صافي؟ استاذة صافي لو سمحت يا مازن بيه، الاجتماع خلص كده يا اساتذة ومش هيعدي بالساهل. اتفضلوا، ليا كلام تاني مع مازن بيه. انا عارف انت متضايقة ليه، علشان ما جتش امبارح. انا بتكلم في شغل مش في امورنا الشخصية. بعدين انت ما جتش امبارح ليه؟ هقول لك. يارا تعبت شوية وما رضيتش اسيبها لوحدها. كذاب، متعودش نفسك تكذب عليا عشان انا بعرف كل حاجة على طول. تتصل وتعتذر. انا مش واحدة صاحبتك يا مازن، انا مراتك.